امبارح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة في المشاركة في المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية، طاقة كهرباء نظيفة المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص. يعني بيقولوا القطاع الخاص تعالى ادخل معانا واستثمر لنقل الكهرباء للمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وزير الكهرباء قال إن الإعلان بيتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة، سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجا وات، وبيع الطاقة دي للمستهلكين. خلونا نفهم أكتر. معنا السيد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور يا فندم. سيادة المستشار، ماذا وراء دعوة المستثمرين للمشاركة في إنتاج طاقة نظيفة سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية؟ الأمر بيأتي بطبيعة الحال في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء. يعني كما شاهدت حضرتك خلال الفترة الماضية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. وزارة الكهرباء في إطار نفس السياسة بتسعى لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في قطاع الكهرباء من خلال كما ذكرت حضرتك إتاحة الفرصة لتلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، بمعنى أن الشركات التي لديها الرغبة في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بإمكانها أنها تتقدم بطلباتها، وأنه حيسمح لها لاحقا في نقل الكهرباء التي ستقوم بتوليدها عن طريق الشبكة المصرية للكهرباء، وبحيث أن تقدم الطاقة التي سيتم توليدها تقدمها للمستهلكين الجدد. هل الكهرباء دي هتبقى مدعومة؟ هيبقى لها سعر أعلى سعر أرخص؟ و500 ميجا وات دي حاجة كبيرة، يعني تكفي قد إيه؟ يعني طبعا احنا بنتكلم على المرحلة الأولى، فطبعا تدريجيا الدولة بتزيد من قدرات الشبكة وبتعظم من إمكانيات الشبكة والطاقة المتجددة، وكما تعلم حضرتك أنه هناك سعي حثيث لزيادة نسبة الطاقة المتجددة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها. طبعا يعني إن شاء الله خلال المرحلة الأولى وبعد ما يتم الاتفاق واتفاق مع الشركات وتوليد الطاقة سيتم طبعا بيع الطاقة للمستهلكين الجدد. بنتكلم على طبعا يعني سيتم بيع الطاقة طبقا للشرائح والأسعار التي سيتم تطبيقها من شركة الكهرباء، يعني في إطار الاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاص. عند حضرتك يعني كما ذكرنا اليوم انه كان في انه في البيان انه تم عقد قواعد تنظيمية للاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاص، وسواء من حيث الانتاج والاستهلاك وكافة العقود، وطبعا ستباع للمواطنين وفقا للشرائح التي تباع ليهم للمستهلكين. الحكومة بتنتج هذا النوع من الكهرباء ايضا اللي هي الطاقة المتجددة أو الكهرباء النظيفة سواء رياح أو شمسية؟ يعني بالتأكيد الحكومة أو شركة وزارة الكهرباء لديها النشاط في هذا المجال، ولكن طبعا كما ذكرت أنه الدولة بتسعى لإشراك القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق وزارة الكهرباء يعني بتسعى لإشراك القطاع الخاص من أجل زيادة مساهمته في هذا القطاع، لأنه الدولة ملتزمة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات العامة في الدولة، وبالتالي يعني قطاع الكهرباء هو قطاع أساسي ومهم، ومن الضروري إتاحة المزيد من المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الطاقة في هذا المجال.
طيب سيادة المستشار، فرصة أن حضرتك معايا، ماذا سنفعل بالنسبة لامتحان الثانوية العامة وتخفيف الأحمال؟ هل في قرار واخداه الحكومة لمراعاة ظروف طلاب الثانوية العامة؟ هل الكهرباء تقطع بدري شوية ما تقطعش بالليل، أو هناك خطة للتعامل مع الامتحانات؟ يعني كما تعلم حضرتك أنه كان صدر قرار مؤخرا أنه سيتم تعديل جدول تخفيف الأحمال مراعاة للامتحانات، وهذا الجدول سيعتمد على تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء، وهذا الأمر سيمتد حتى 20 يوليو المقبل. فيعني كان في قرار سابق بالفعل، وتم التنسيق ما بين وزارة الكهرباء ووزارة التربية والتعليم في هذا الصدد. طيب سيادة المستشار، السيد معالي رئيس الوزراء أعلن النهارده أن الحكومة ستعين سنويا 30,000 مدرس جديد كل عام. ماذا وراء هذا الخبر؟ هل ده معمول حسابه في الموازنة الجديدة؟ الناس تقدم ازاي؟ كان في ناس قبل كده قدموا فاضل لهم خطوات، هل من ده من ضمن الأعداد اللي هتتقبل؟ هو في عملية تعيين المعلمين الجدد كما أشرت حضرتك في إطار المبادرة الرئاسية لتعيين 30,000 معلم سنويا لمدة 5 سنوات. نعم. الجهود دي بتاعت في إطار محاولة سد العجز في أعداد المعلمين، والتعيين بيتم بكل شفافية، أو الاختبارات بتتم بكل شفافية عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتم خلال اجتماع الذي عقده اليوم معالي السيد رئيس مجلس الوزراء مع معالي السيد وزير التربية والتعليم، يعني تم استعراض الإجراءات اللي تمت سواء لتعيين الدفعة الأولى أو الثانية أو الدفعة الثالثة اللي حاليا بيتم استكمال الاختبارات بتاعتها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. لكن أنا برضو بحب أن أنا أقول لحضرتك أنه طبعا بيتم الإعلان عن كافة الاختبارات بكل شفافية، وبيتم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي. لكن طبعا أنا بحب أن أنا أوضح لحضرتك برضو أنه جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز بتعتمد أيضا على مبادرات أخرى، منها على سبيل المثال تعيين المعلمين بالحصة. نعم. منها على سبيل المثال طبعا الاعتماد بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، الاعتماد على معلمي الخدمة العامة عن طريق توفير 15,000 معلم في إطار نظام الخدمة العامة، طبعا بخلاف الاعتماد على صدور قانون الخاص بمد الخدمة للمعلمين. نعم. بحيث أنه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم بضرورة صدور اللائحة التنفيذية بالقانون، اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى تطبيقه. أنا بشكرك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.